كلمة للنائب محترم السيد حفيظ الوشاك عن فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السادة السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. لن يختلف اثنان في كون قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي أضحى وبالحق رهان المستقبل بامتياز. كيف لا، وتقدم الأمم ورفعتها يتأتى بفضل العلو والتحصيل، فالمدرسة مستنبت الأمة وفيها يتم تكوين وإعداد الإنسان الغد لينهض برهان التنمية المستدامة. السيد الرئيس، إننا نتمم الهندسة الحكومية الحالية والتي جمعت بين التربية والتكوين بمختلف أسلاكها والبحث العلمي والرياضة في وزارة واحدة، وهو دليل على نظرة شاملة لمفهوم التربية والتكوين بمعناه الشامل والأشمل. وفي هذا الإطار نود التأكيد على المقاربة الحكومية الجديدة والتي تقتبس من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وتعمل على إسقاطها، وذلك بغية النهوض بهذا القطاع الحيوي وجعله وبحق رافعة تنموية بالمعنى التام والأشمل. وإيمانا من الحكومة بأن الدولة الاجتماعية هي التي تقوم أول ما تقوم على التربية والتكوين، فإن مقاربة الحكومة تقوم على أن النهوض بمنظومة التعليم يمر عبر النهوض بأوضاع رجل التعليم. وإذ نشد بحرارة على المجهودات الحثيثة التي شرع فيها السيد الوزير بمد جسور التواصل والحوار مع مختلف مكونات المنظومة وتمثيلياتها قصد استثمار الزمن السياسي، والتسريع بأجراءات البرنامج الحكومي في جوانبه المتعلقة بالتربية والتكوين. هذا ورغم الهامش الموازناتي الدقيق، فإن الحكومة وبفضل علو كعبها وبعد نظرها تمكنت من تطويع هذه الهوامش لتوفير مخصصات لهذا القطاع الحيوي دون أدنى إسقاط. وهكذا وفي سابقة من نوعها، فقد تمكنت الحكومة من أن ترفع فقد تمكنت الإخوان السيد الرئيس غير وهكذا وفي سابقة من نوعها فقد تمكنت الحكومة من أن ترفع من الميزانية المخصصة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى 77.4 مليار درهم سنة 2022 بزيادة بنسبة 6% في الميزانية المرصودة للقطاع مقارنة بالسنة المالية الماضية، وذلك بمبلغ إضافي يقدر بحوالي 3.6 مليار درهم دون احتساب اعتمادات الالتزام التي انتقلت إلى 6.2 مليار درهم. ولقد جاءت مقاربة الحكومة بالجديد حينما جعلت من التعليم الأولي مجال استهداف، واعتبرت تطويره صمام أمان لتحصين مجهودات الحكومة في هذا المضمار. كما نشيد بتنصيص المشروع على تأهيل البنى التحتية للمنظومة، سواء منها البيداغوجية أو الموازية، وذلك بتخصيص 2.56 مليار درهم، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك وتعزيز العرض المدرسي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2.3 مليار درهم لهذا الغرض، مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعتية و 43 داخلية. وإذ نشيد بهذا المجهود الكبير، نود أن نؤكد على ضرورة تركيز المجهودات على التكوين المستمر والكفيل بالرفع من كفاءة الأطر التربوية ودعم ترقي المنظومة وتطويرها. السيد الرئيس، في زمن تقارع فيه الأمم الإنجازات العلمية وتتنافس في ميادين الابتكار والتطوير، أصبحت منظومة البحث العلمي تشكل وبحق مقياسا لرفعة كل نظام تعليمي بل ولكل مجتمع. وإذ نؤمن أن تطوير البحث العلمي ليس مجهود قطاع عام فحسب، ذلك أن التجارب المقارنة
تؤكد أن مساهمة القطاع الخاص والقوي والقوى الحية من نسيج جمعاوي ومن صفوة أكانت مراكز بحثية تينك تانك حيوية جدا بل وفرقة في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعتمد البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية على شراكات بين الشركات والجامعات بتحويل الشركات للبحث العلمي وتجعل منه عامل تطوير في إطار مشاريع عالية عالية الابتكارية وقابلة للتسويق. لذا نستحث الحكومة لخلق الإطار التشريعي والتنظيمي الأمثل في الإطار الأمثل في شراكة مع هذه المكونات قصد دعم طفرة في هذه المنظومة وذلك في جوانبه التعاقدية والتحفيزية. السيد الرئيس، يشكل الإدماج المهني وبحق صمام أمان للتنمية السوسيو اقتصادية، فهو من جهة مصدر لخلق الثروة وتوزيعها من جهة وكذا رافعة مجتمعية تضمن سبل الترقي المجتمعي. ولا أدل على ذلك أن أبرز تمظهرات الدولة الاجتماعية الحقة هو المصعد الاجتماعي لاسونسيون سوسيال. لذا فإننا ومرة أخرى نشد على أيدي السيد رئيس الحكومة مهندس تركيبتها المبكرة والذي استحدث وللمرة الأولى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. وجوهر الابتكارية في مقاربة الحكومة هو عدم اللجوء إلى المقاربة النمطية في خلق مناصب شغل سواء في القطاع العام حيث حجم الكتلة الأجرية وتركيبة الجهاز الإداري يحتاجان إلى إصلاح عميق ينبغي انكباب الحكومة عليه وانخراطها في ورشه الاستراتيجي أو في قطاع خاص تطورت فيه نظم وآليات الإنتاج وأصبح موجهاً أكثر فأكثر نحو طفرة رقمية ترسم أبعاد جديدة لدور العنصر البشري قوامها الكفاءة العالية والتأطير في إطار عالي المكننة. كما أننا ندرك أهمية المقاولات على مستوى النسيج الاقتصادي ومدى قدراتها وامتلاكها لمؤهلات كبيرة في الشق المتعلق بإحداث فرص الشغل وبالتالي مساهمتها في التنمية المستدامة وفي خلق الثروة ومحاربة الفقر والرفع من مستوى المعيشة والإدماج من مستوى المعيشة والإدماج الاجتماعي. وفي نفس السياق يتعين على مجموع المتدخلين في قطاع المقاولات العامة والمقاولات الصغرى الانخراط والانصهار في استراتيجية ورؤية موحدة وشاملة من شأنها تحديد الأهداف المسطرة بناء على تنسيق محكم يحدد الأولويات. ونعتبر أن دعم وتحفيز المقاولات الصغرى بمثابة أولوية وطنية وإطار للاشتغال مهم جدا في الاستراتيجية التنموية ببلادنا، كما أن المقاربة المعتمدة في هذا القطاع يجب أن تنبني على تحسيس مناخ الأعمال واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي وبرامج للمواكبة بهدف الرفع من تنافسية هذه المقاولات وجعلها في صلب اهتمامات مختلف النشطاء والفاعلين في القطاع. وفي هذا الإطار فإننا نتمم إسقاط هذه المقاربة عبر مشروع قانون المالية وذلك باتخاذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل وتشجيع مبادرات الشباب حامل المشاريع في المجال الفلاحي وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم الفرصة لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة. شكراً على حسن الإصغاء. شكراً.